مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات لطيفة وبسيطة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. طبعا أول حاجة هنعملها، بما أننا يعني ممكن كتير الولاد بيحبوا التنوع في موضوع المكرونات، إحنا عملنا أصناف كتير من المكرونة قبل كده. النهاردة هنعمل مكروني بس لطيفة جدا، وهنستخدم معها كور، أو إحنا عملناها بالميت بولز قبل كده بالكور اللحمة. النهاردة هنعملها بالفراخ، ونشوف برضو الصنف ده ممكن لوحده يبقى مع رز رائع، لكن لو قدمناه مع المكرونه هيعجب الولاد قوي. تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي، وطريقتها بسيطه وسهله ان شاء الله يا رب تعجبكم. عندي مكرونه بكفته الفراخ، عندي شويه توابل بحمصهم، لو هم متوفرين عندي صحاح هحمص التوابل واطحنها، بتدي طعم ونكهه للحمه المفرومه او للفراخ اللي احنا هنعملها، لاي كفته في الدنيا اي تتبيله بتبقى رائعه. عندي فلفل حصى وكزبره وشطه وملح خشن، الشطه دي اختياري، ممكن يبقى البديل ليها فلفل بابريكا، مفيش مشكله. عندي كفته الفراخ هعملها، عندي اوراك فراخ، دايما بنقي الاوراك لانها بتبقى طريه ولطيفه، ممكن تعملوا ميكس بين الاثنين. وعندي بصل مبشور، ممكن مكان البصل المبشور لو حابين تعملوا بصل باودر برضو مفيش مشكل، لكن هي بتدي طعم ان انا هنزلها في صوص كده عشان المكرونه. عندي جزر مبشور، عندي زنجبيل مبشور، وده اختياري مع الفراخ بيبقى رائع، وممكن نستغنى عنه. عندي رشه من التوابل المتحمصه فوق اللي احنا كتبنا مقاديرها، وعندي 3 معالق من النشا او من الدقيق زي ما تحبوا. للصوص عندي معلقة سمنة أو زيت، عندي ثوم متقطع شرايح، عندي طماطم شري، وعندي عصير طماطم، وعندي رشة من التوابل اللي احنا اتفقنا عليها، وممكن تبقى بهارات دجاج محلها مفيش مشكلة، كزبرة مفرومة خضرة، مكرونة سباكيتي أو أي نوع تفضلوه، لكن طبعا بما أننا عاملين ميت بولز فهي بتبقى أحلى مع إما الفيتوتشيني اللي هي الشرايط العريضة، أو مع السباكيتي اللي هي المكرونة الطويلة دي. أنا طبعا بسلق المكرونة أول حاجة، رشة ملح، ولو هي النوع انتم متخوفين منه حطوا معلقتين زيت مش هيجرى حاجه. اول ما الميه تغلي بحط المكرونه 8 او 9 دقائق بالكتير، بطلعها وبحتفظ بيها في جنب. طيب هبدا بقى اجهز للكفته دي. انا هجيب كده بوله كبيره ونبدا نعمل الشويه دول. اولا الكفته دي ما بتتعمل فيها بصل وتوابل وحاجات حلوه كده، والله بتبقى طعمها جميل ورائع وفيها تيست كده حلو يعني مميز. خليني البس الجلافزات وابدا مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل الوصفه بتاعتنا الحلوه دي. طيب الفراخ هنحطها اول حاجه، وهنبدا كده. انا ضربتها في الكبه، بصوا فيها طراوه كده جميله، وهبدا اخد كده البصل الحلو ده، وهسيب شويه للصوص. الصوص اللي انا هعمله هحط فيه شويه بصل اللي هو صوص الطماطم، تمام. هاخد شويه جزر مبشورين، وبرده هحط في الصوص شويه. طيب البهارات بتاعتي شويه كده من الكزبره، البابريكا، هحط مكان الفلفل شويه فلفل اسود، وطبعا ملح. وتعالوا بس نبدا. طبعا لو عندكم بهارات دجاج مفيش مشكله خالص، هي بصراحه وصفه كده. واخد شويه من الخضره دي، ممكن تبقى بقدونس وممكن تبقى كزبره، تبقى رائعه جوه الميت بولز. وطبعا هضيف النشا عشان يمتص كل السوائل اللي انا عايزه الكور دي تبقى متماسكه كده وتبقى جميله. ممكن يبقى دقيق او يبقى النشا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بدأ الخليط يبقى حلو كده، وطبعا تقدروا تضيفوا في الصوص بتاع الطماطم بتاع المكرونة نفسه اللي احنا هنعمله، ممكن نضيف فيه معلقتين زعتر ما يجراش حاجة. عايزين يعني تطعموها بحاجة أزيد، ماشي اهو. وهبدا اخد الكور دي، ممكن بقى اعمل انا هشيل الجلافز ده وهاخد كده البوله الصغيره دي. خليني اخد كده شويه زيت، بسم الله.
هشوح الاول هنا، حط شويه زيت حلوين. تسلم الايادي حبيبه قلبي اهو. وتعالوا بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد شويه البصل اللي اتفقنا عليهم، هنشوح تشويحه حلوه، وهاخد طبعا معاهم رشه من الملح ورشه من الفلفل، كام شريحه الثوم اللي احنا عايزينها دي، تقدروا تحطوه مفروم مفيش مشكله. كده شايفين ازاي؟ انا بصراحه مش هضيف سمنه، انا هحط الزيت على طول. عندي شويه جزر كده صغيرين في الصوص، تقدروا تفرموه بيوري او تضربوه مع الطماطم يبقى جميل بصراحه. الجزر كمان عايزه اقول لكم لما بنضيفه مع الصوص بتاع المكرونه البولونيز بيبقى جميل قوي. شويه جزر مبشور كده مع اللحمه يبقى حلريحه روعه. عايزه اقول لحضراتكم شويه بقى البابريكا، كده وبعد عصير الطماطم، هنقلب تقليبه حلو كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الصوص الحلو ده، رشة كده من الفلفل، رشة كزبرة، ونقلب تقريبا. خليني اهدي هنا بس شوية كده، وهزود شوية مية سخنة ياخد بس غلو عبال ما انا اكمل كور اللحم. شوية مية كده ونقلب، وطبعا انا هحط شوية طماطم شاري كمان معها، بس خليني الاول اكور كور اللحم دي عشان تستوي مع الصوص ده شوية. اهو هاخد كده بايدي هنا، تقدروا بقى تصغروها تكبروها تعملوها الحجم اللي يريحكم، تقدروا تعملوها هي لوحدها كده في الصوص ده ويتقدم معها رز ماشي، يعني اللي انتوا عايزينه، بس هي بصراحة طعمها بيبقى جميل جدا. بصوا كده اهو. اللي مش عايز يبين الجزر اضربوه بيوريه خالص، خلوه مطحون. عايزه اقول لكم في ناس بتقول ان الصين هي اول دوله استخدمت كور اللحم دي من 200 سنه، وفي ناس بتقول ان الطلاينة هم برضو اللي استخدمها، وبصراحه الاثنين بيعملوه، يعني هما الاثنين بيعملوه. طبعا الصين بتعمل الكور اللحم اللي تبقى جوه عجين معين كده، وايطاليا طبعا مشهوره بالمكرونات والسباكيتي يعني معجناتها ما شاء الله لا يعلى عليها الحقيقه، يعني حتى الاطعمه بتاعتهم سبحان الله. البيتزا الايطالي من اجمل البيتزات اللي تاكلوها، بس هي عايزه ناس تكون بتحب النوعيه دي من البيتزا. هرفع كده المعلقه، انا بصلصل الكفته مع يعني كور اللحم او كور الفراخ دي مع الصوص بتاعها عشان تاخد طعم حلو وتستوي فيها، فتبقى الكور نفسها ليها تيست وطعم حلو. والسباكيتي مش محتاجه غير اني هضيف عليها المكونات. خد كده نقطه من الزيت وبعمل كده. اكيد يا نور عيني، اتفضلوا كده. كل المكرونات دي مهمه جدا، الاطفال بتحبها جدا، بتمد الجسم بجد بالطاقه. عايزه اقول لكم كل واحده نسبه يعني جرام من الكربوهيدرات ده بيساوي 4 سعرات حراريه. بصوا كده، عايزه اقول لكم هي جميله للجهاز الهضمي، يعني ال 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 الحاجات دي الكارب دي مهمه للاطفال قوي، تديهم طاقه جميله. وعايزه اقول لكم المكرونه دي ان شاء الله مره بقى كده سندخل في اجواء الشتويه الحلوه، واوعد حضراتكم نعمل حلقه نعمل الباستا فيها عجينه المكرونه الفريش مع بعض في مكنه المكرونه،
ونعمل منها كذا صنف لطيف زي الرافيولي وزي النياكي اللي بالبطاطس، ونعمل الاسباكيتي، ونعمل بالسبانخ، ونعمل حاجات حلوة بأطعمة مختلفة وبالبنجر، يعني ننوع كده بحيث تبقى فيها تبقوا عاملينها في البيت وتبقوا مستمتعين ان انتوا اللي عاملين الحاجات الحلوة دي. بصوا كده هنا انا هغطي برضو بعد شوية، بس انا بحاول ايه اظبط الدنيا، انا هديت بس النار عشان الصوص ده بيطرطش جامد، مهم قوي فما يبقى وسط الدنيا كده حبة حلوين كده تصلصل، وهضيف معها كمان شوية من الشيري توميتو. عارفين شكلها بيبقى أمور قوي، شيري توميتو دي في السلطة تبقى شكلها أمور، على فكرة انتوا عارفين فايدتها أكتر بكتير من الطماطم العادية، شيري توميتو دي من الحاجات الجميلة، لو لقيتوها في السوق في وقت كده بتتباع اعملوها واحتفظوا بيها في برطمانات، احنا بنعملها مع الثوم والروزماري بتبقى رائعة، تقدروا تحتفظوا بيها وتقدروا تعملوها كمان في البيتزات وفي الفطاير وفي المعجنات الجميلة اللي احنا بنحب فيها الطماطم نحس بيها حقيقة يعني. اهو نكتفي بقى بده تمام كده، ونقلب تقليبة حلوة اهو. انا بقى هز كده كده تمام، اخر واحدة وخلاص خلصنا الايه الكمية بتاعتنا اهو. تعالوا بقى هنشيل دول خلاص، ونقطع بقى شويه كده من الشيري توميتو دي. خلي بس التيشيرز هنا جنبي، وتعالوا بقى ناخد كده، هي طبعا مش محتاجة يعني قوي ايه، نجرب يا رب بس السكينة اه لا كويسة ماشي كده، كام واحدة بس شكل كده تبقى جميلة. عايزة تتسن كويس، ايوه نصين بس كده. هي اموره بصراحه انا بحبها، بحبها في الجبنه بالطماطم قوي، عارفين اقطعها كده انصاص بتتعمل مع الجبنه بالطماطم مع الخيار مع شويه بصل اخضر او بصل احمر، ممكن تتعمل كمان مع المش بتبقى جميله، مع نعناع شويه نعناع حلوين كده، شويه كمون بقى، وتبلوا كده الجبنه بتاعتكم طعموها، دلعوها كده وكلوا بالهنا والشفا، اعملوا للولاد وحطوا عليها شويه زيت زيتون وكلوا بالف هنا وشفا، جنبها طاسه عجه، هنعمل لكم بقى انواع عجه حلوه قوي ان شاء الله قريبا مختلفه بانواع خضار مختلفه، عشان انا عارفه ان الشتا بيحب العجات قوي، ساعات في الشتا كده في الاجازات بالذات نحب نتعشى ايه، نعمل عجه كده باصناف مختلفه. وعدس، طب ده العدس ده انا بعشقه، انتوا عارفين العدس ده انا اكلت منه كل يوم ما زهقش، بحبه قوي، بحب اعمل العيش المقرمش وايه ابدا بقى ايه احطه مع الليمون وناكله كده يبقى رائع، يعني كام واحده كده عيشه مقرمشه على الوش. عايزه اقول لكم يعني من اجمل الاكلات. وبصوا بقى العدس ده ان شاء الله هنعمله مكونات جميله هتعجب حضراتكم جدا، لان العدس ليه فوائد كتير ولما بيتحط كمان مع مكونات تانية بيبقى رائع. هحط شويه بس كده من الايه من الخضره دي، اللي عايز يضيف زعتر يضيف، انا هسيب بقى الصوص ده رشة كده من الفلفل خفيفه، ممكن نقلب كده تقليبه بسيطه من عيني حبايبي. بصوا نعلي بقى شويه كده اهو عشان تبدا تغلي معانا وتتعامل. بصوا بدات هتبدا، انا مش عايزه المسها دلوقتي لما تشد، اول ما تغلي وتبدا تدخل في الغل بصوا بدات الكره تتماسك اهي، اقدر عشان بس ما اغيرش شكلها طول ما هي كده. بصوا بقى
هنسيبها تغلي غلوة حلوة لما تتصلصل كده، عايزين تضيفوا قبل ما نغرفها رشة من الزعتر. هنعمل كده مع بعض دلوقتي، وبعدين نقدمها بقى مع بعض في المكروني، وهتبقى جميلة جدا وهيستمتعوا بيها قوي حبايبي الولاد. اسمحوا لنا نطلع استراحة ونرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفاتنا، في انتظار حضراتكم.